السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا هذا عملي السبك اليومي للسنادين، ولحد يقول لي الصبير ما يصير نسقي يوميا. هذا قدامكم، هذا الصبير مكانه هنا صار لأكثر من 15-20 سنة. أنا بالصيف أسقي يوميا ومرات باليوم مرتين. أكو بعض أنواع العصاريات ما تتحمل السقي الكثير وتخيس، ولكن هاي الأنواع، هذا ذنب الباب، هذا النوع قرن الغزال، هذا النوع، هاي الأنواع كلها تتحمل السقي اليومي وتتحمل العطش، لذلك تشوفوها عزي دائما وعايشة والحمد لله. هذا الصبير كله يتحمل السقي اليومي. عندي هذا الجهنمي، الموضوع بالسندانة لازم يسقي يوميا بشرط انه التربة جيدة وتصريف للمياه جيد. هذا هنا دمعة الطفل الصبير، شوفوا هذا النوع من الصبير، هذا ما يتحمل السقي الزايد والرش مباشر عليه، هذا اسقيه بهالطريقة. اما هذا الصبير لا، شوفوا هذا بقية الانواع كلها اسقيه بهالطريقة. هاي أفلام جهنمي، هذا دمعة الطفل، طبعا هذا المكان احب مكان اللي بالحديقه. ليش؟ لانه يحتوي على انواع النباتات الظليه. شلون عايشه النباتات الظليه؟ عايشه في ظل هذه اشجار الحمضيات، وهنا عندي جدار البناء مال البيت ايضا يحميه من الشمس ومن التيارات الحاره، لذلك عايشه كل انواع النباتات الظليه هنا. اللي يقول جلد النمر ما يصير بالأرض، بعد جلد النمر هذا اللاين، هذا طوله حوالي بالعشرين متر، ومن ذاك الصوب 20 متر، وعرض حوالي 15 متر. هذا كله أنا محاوطة بنبات جلد النمر، شوفوا هذا كله جلد النمر على مد البصر. طبعا هاي الايام بدايه الخريف، بدايه نشاط بعض انواع الحشرات وخصوصا البق الدقيقي وبعض انواع العناكب، فلازم احنا نتابع نباتاتنا نشوف اذا اكو اصابات حشريه نكافحها، واذا ماكو نرش رشه وقائيه. طبعا الدنيا كلش حاره وباع العرق، فشويه خلي انا اشف نفسي واجيب لكم مرشه حتى أراويكم طريقة رش النباتات بالمبيدات الحشرية. طبعا أحسن المبيدات الحشرية اللي تتعامل ويا الحشرات اللي تصيب نباتاتنا أن يكون المبيد مواصفاته مكتوبة هنا، مبيد جهازي فسفوري، وإذا كان جهازي فسفوري ويعمل بالملامسة بعد يكون أفضل. الجهازي يعني يتعامل مع الجهاز الهضمي، والفسفوري بالريحة أو بالإشعاع، والملامسة يعني من المبيد يلوح الحشرة أو يلمسها تموت الحشرة. طريقة الخلط تكون كالآتي، طبعا نحضر مستلزماتنا، هاي رشة نشتريها، هاي سعرها بحدود 5000 دينار عراقي يعني 3 دولارات، وهذا سعره بحدود من 2000 إلى 3000 دينار. نفتحها لان يعني هو يجي مسلفن، انا فاتحه، اكو يجي قبر هذا فوقه. هاي المرشه تاخذ لترين نطيها نص قبق او 3/4 قبق من هذا، شوفوا هذا نص قبق كلش كافي، نص قبق في لترين مي.
طبعا الافضل ان واحد اللي ما متمرس على استعمال المبيدات الحشريه ان يلبس قفازات وكمامه، ولكن انا طبعا متعود على هاي الشغله فما يهمني يعني، بس الاصح ان يلبس واحد كمامه وقفازه. نبدي نحط مي بهاي المرشه ونخضها شويه شويه الى ان تمتلئ. طبعا درجة الحرارة عندنا بكربلاء اليوم، يوم مش قلت بالشهر، اعتقد 25/8، درجة الحرارة العظمى 47 درجة، هسة حاليا الفعلية 46 درجة، والساعة بالخمسة العصر مع العرق. المهم بعد ان حطيناه ورجيناه نعطيه ضغط ونرش بهالطريقة. هذه طبعا المرشة بها فعاليات اختيارات، احسن اختيار هذا. ونرش النباتات بهالطريقة، نحاول قدر الامكان نرش النباتات المصابة وغير المصابة، يعني المنطقة كلها، يعني اخاف حشرة طافرة من هاي النبتة المصابة الى غير مكان، راح نكافحها ونقضي عليها. هاي المكافحة لازم تكون دورية، او كل ما نشوف اي اصابة بالنباتات حتى نحافظ على نباتاتنا، وخصوصا من حشرتين، حشرة البق الدقيقي والعناق. ارجو الله ان اكون قد فدتكم بهاي المعلومات البسيطة. لكم حبي وتقديري، اخوكم خالد الخياط، في امان الله.